1989 من إعدامات لبعض المعارضين بدأت المسألة تراجع يعني. ومتى دخلت إلى جماعة الإخوان المسلمين تحديدا؟ في عام 1989، في نهاية 1989. ما السبب؟ هل ثمت من أثر عليك أو بعض القراءات أو بعض الصحبة، بعض الجيران؟ نعم، هو أخي الكريم، يعني حقيقة أنا يعني بدأت في الصلاة، تقول الالتزام في عام ألف، وفي بدأت المسألة في 84، نهاية 84، يعني مثل المراجعات ومثل البحث عن الذات وكذا. في عام 1985 كنت ملتزم، كان فيه تيار اسمه تيار التبليغ، حركة التبليغ، كان يعني ينشط في ليبيا بشكل علني عن طريق دروس في المساجد. فتأثرت ببعض الناس، منهم الأخ عبد السلام المشيطي من مدينة جدابية، والأخ الدكتور محمد بوسدرة ورهن الاعتقال إلى الآن، كانوا يعطوا في دروس بشكل يعني مؤثر. شاء الله سبحانه وتعالى أنه في نهاية 85 أن يقام معرض، يعني وهذه من العجائب في ليبيا في ذلك الوقت، يقام معرض للكتاب الإسلامي في ليبيا. وكنت أبحث عن كتاب فقه السنة للسيد سابق، إذا لك اطلاع عن هذا، يعني هذا فقه يعني يتحدث المسألة بالحديث وكذا، يعني لا ينتمي إلى مذهب فقهي معين. كنت أبحث عن هذا الكتاب، فقدر الله أني ذهبت إلى المعرض وأنا حافظ كتاب فقه السنة، فقه السنة، فلم أجد فقه السنة، وإنما وجدت فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه. فأخذت هذا الكتاب، وأحمد الله سبحانه وتعالى أني أخذت هذا الكتاب منذ بداية الالتزام، لأن الشيخ محمد الغزالي وما يطرحه من فكر نير ومن عقلية واقعية، يعني له تأثير، كان له تأثير كبير، فشدني الكتاب وبدأت أقرأ في عقيدة المسلم، في خلق المسلم للشيخ الغزالي. ثم رزقني الله سبحانه وتعالى بأستاذ من الأصل من سوريا، كان أستاذ فاضل، أستاذ رجل مشوح، رجل يعني على دراية على علم في ليبيا، في ليبيا يشتغل في ليبيا. وحقيقة هذا الرجل يعني له كان دور، كان له دور في توعية الصحوة ووضعها على الخط المعتدل. كان من جماعة التبليغ أو جماعة؟ لا، هو كان رجل مستقل هكذا، كان خطيب مفوه حقيقة، وأحييه، أنا لا أدري الآن أين هو موجود، ولكن أحييه في هذه المناسبة. فهذا الرجل يعني أفادني كثيرا، لأن تعلمت منه الأصول، تعلمت منه الفقه. فرجل ينظر إلى يعني الواقع بمنظار معتدل، وأعتقد أنه لو أحسن التصرف مع هؤلاء الناس لا يعني سلكت الصحوة في ليبيا مسلكا معتدلا. يعني هذا دليل جميل على أن السلطة الليبية كانت تسمح للمعتدلين بأن يقدموا محاضرات، أن يطلعوا الشباب على فكرة آخر، إذا صح التعبير. نعم. المسألة لا نقول أن يعني على كل مسجد كان يوجد حارس يعني مسلط أو واقف، يعني من يقول ومن لا يقول. المسألة كانت فيه بعض الانفراجات، لكن تأتي خلسة، يعني ليست نهج عام. يعني الحقيقة في ليبيا مثلا تحفيظ القرآن هذا نهج عام ومستمر ولم يضيق عليه، هذا وليبيا تميزت بالمناسبة في هذا الأمر. لكن مسألة إعطاء الدروس كانت يعني تمر عليها فترات وفترات، فكان هؤلاء